طقوسي بجمع انا واصحابي تمام في البلد عندنا ونقعد يعني ونشوف هنعمل ايه ونتكلم عن الخطه مثلا يعني هيلاعب مين هيوقف مين حارس هيلاعب مين في الدفاع وكده والكلام ده كله تمام ونشوف مين يعني مين اللي كان كلامه اكتر واحد فيه دقه يعني كان اكتر ناس مثلا قالوا مثلا حط مثلا كذا في الدفاع وكذا وكذا اكتر ناس اتحطت هو اللي بيكسب بنرتب هننزل امتى ناخد اجازه من الشغل كده بنظبط الدنيا والله انا قبل المباراه بقعد في البيت برضو كده واكلم عمرو صاحبي زيزو ده اهلاوي برضو ارن عليه اقول له يا عمرو ايه يلا عشان نسمع الماتش وكده ناخد في معايا مكنه كده ايه فيسبه اخده ونروح نسمع ماتش في اي كافي كده وبس يبقى فيه تحفيل برضو بنقابل بقى اصحابنا الزملكاويه وكده ونتقابل كلنا بس ان شاء الله الاهلي يكسب باذن الله انا واصحابي رابطه كده بنجمع بعض عاملين جروب على النت بنتجمع في قهوه معينه بنقعد قبل الماتش نخلص الماتش ونمشي عادي زي اي حد اتفرج على الماتش في البيت مع والدي ومع اخواتي لان انا اهلاوي جدا انا والبيت كله وانا دعيه انا عنصري الاهلي فطبعا بحب اتفرج في البيت لان انا ما بحبش اروح على كافيه حد يتكلم من الجماعه الزملكاويه بيقول كلمه مش حلوه بتاع فانا ممكن ارد فبدل ما يبقى فيه تعصب وفي كده فاحنا بنتفرج في البيت منعا للتعصب يعني بس احنا في الاول وفي الاخر كلنا واحد يعني اهلاوي زملكاوي كلنا واحد كلنا مصر اهلي زمالك كلنا مصر كلنا بنكمل بعض بس فبحب اتفرج في البيت يعني انا طقوسي هنا قبلها بجمع صحابي يا اما نتجمع هنا في البيت يا اما نتجمع في قهوه كلنا وكلها اهلاويه طبعا فبنتجمع نتفرج احنا بنتجمع نقعد كلنا في قهوه كده وبعد كده نقعد بقى نراهن بس مش رهان فلوس وكده بنراهن على اي حاجه يعني بس وبنقول لاصحابنا الزملكاويه بقى مين اللي هيكسب مين اللي هيخسر كده يعني بس كلنا بنتجمع نبقى في بيت واحد صاحبنا بنجيب اكل وبنقعد ناكل ونتفرج على الماتش وبعد كده بنلعب بي اس وكده انا طبعا مباراه الاهلي والزمالك ما اتفرج عليها في الاستاد بس مثلا المباراه دي عشان مش هتكون في الاستاد ما اتفرج مع اصحابي على القهوه يعني بنتجمع مثلا قبليها بساعتين في قهوه مثلا في رمسيس بنتفرج على المباراه